انا ابو محمد من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك ابو محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي سؤالين. السؤال الاول، لا عندك اجبني اذا سمحت، اذا انت تريد ان الحلقه ليست مفتوحه لطرح الاسئله، انا اطرح انت تجيب، سواء كنت سني او شيعي تناقش هذه النقطه، تفضل. هل انت شيعي ام سني؟ حتى شيعي. جميل جدا. لا لا، تقول لي ابو محمد من السعودية، انا اعرف صوتك اولا، انت لست من السعودية، ما علينا. هل ترضى كشيعي ان يعني على ما جرى من اجبار النساء الشيعيات كما اذيع هذا في قناة الشرقية وموجود على مقاطع انترنت؟ ماذا تقول في اجبار المتزوجات من الزواج من الباكستانيين؟ أليس من الضروري والصحيح ان نؤصل للموضوع الزواج المتعة أو المنقطع، هل هو شرعي حلال أم ليس بحلال؟ لا، أنت كده عايز تعمل معايا حوار تخرج من نقطة الطرح. أنا بطرح معاك نقطة مباشرة. هل ما أنت تتابع الحلقة الآن يا أبا محمد، هل ترضى كإنسان شيعي أن يتم إجبار الشيعيات على الزواج من باكستانيين شيعيات متزوجات كما جاء في هذا التقرير؟ وإذا إذا 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 أسيء استعمال شرعا من شرع الله، فهل يكون هذا الشرع حراما؟ انا مش عايز، بص خليك مباشر في اجابتك ابو محمد، بص خليك مباشر في اجابتك، سؤالي واضح، هل تقبل ام لا تقبل؟ لا يجوز ولا اقبل، ولكنه حلال، المتعه حللها رسول الله. جميل جدا. طيب انا مش بتكلم دلوقتي المتعه حلال ولا حرام، انا اقول لك هل تقبل؟ لانك لا تريد ان تعرف الحقيقه، المتعه حلال حللها رسول الله والقرآن. طيب طيب خليك معايا، بس خليك معايا، على فكره احنا الحلقه الماضيه افسدنا ادله الشيعة في موضوع حلال وحرام، وبينا ان الرسول نهى عن المتعه حتى يوم القيامه، وقلنا ان هذا الحديث لا موجود لا في تهذيب الاحكام عن زيد بن علي عن الى ان قال علي بن ابي طالب ان الرسول حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لكنك الآن تريد أن تخرج يا أبو محمد من نقطة الطرح. كيف ترضى على الشيعيات أخواتك بأن يتم إجبارهن على ممارسة المتعة مع باكستانيين؟ ماذا تقول لحكومة العراق الشيعية والملالي الذين يقفون خلف هذا العمل؟ اسمع دقيقة، أعطيني مجال دقيقة واحدة. لا أنا أعطيك مجال أن أنت تكون في نقطة الطرح، أعطيك المجال زي ما أنت عايز، اما تخرج بيا لا ما تفضل. انت قلت لا اقبل، لماذا لا تقبل؟ الم تقل ان هذا حلال؟ تفضل. لان الحلال ما حلله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قلت لا اقبل، لماذا لا تقبل الحلال؟ تفضل رد. انا الله، انت مش قلت اقبل لا اقبل بهذه الطريقه؟ لا يجوز، لان اسماء بنت ابي بكر سالناها عن المتعه. لا لا حبيبي، سيبك من اسماء بنت ابي بكر وتقول لي تمتعت وارد عليك واسيب الحلقه. اسمع بس، شغل الغباء ده، احنا انا عارفك بالمناسبه وعارفك بتسجل وهتنزلها يوتيوب. رد علي، انت قلت لا اقبل، لماذا لا تقبل ان يتزوج الباكستانيين من نساء الشيعة في العراق؟ تفضل. لان العقد اذا صار اجبارا، اذا صار بعدم الرضا لا يجوز هكذا عقدا. لكن لو برضا؟ هذا هو. برضا يجوز، لان المتعه حلال حللها. جميل، يعني انت ترضى محرم. انت ترضى لو جيت انا مثلا اريد اتمتع مع اختك مثلا، ترضى؟ انت من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، انت ليس لك لا دين ولا خلق. انا؟ نعم. يعني لو لي دين وخلق ترضى؟ استمتعنا بقبضة من التمر، هذا في المسلم. انا بسالك سؤال دلوقتي، مش انت بتقول هي حلال، انا بسالك سؤال، لو جيت انا طلبت اختك، انا اسف انا مش قصدي طبعا ازعجك في شيء يعني، لكن انت تدينا تقبلها، هل تقبل ان اتمتع مع اختك؟ لا اقبل، قلت لك، لانك اذا ما رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، انت لا دين ولا اخلاق، كيف ازوجك؟ يعني عشان انا اخلاقي مش عاجباك يعني، لا دين ولا اخلاق. لكن المعممين اخلاقهم عاجبينك. يعني انت السؤال انا عارف ان هو اثر فيك نفسيا، وانا اريد ذلك، واريد ان يؤثر هذا السؤال في كل الشيعة، واذكركم بمنافي الناجي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بحياك الله استاذ طارق، جزاك الله خيرا. الله يحييك. الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك يعني. امين اجمعين. بالنسبه للشيعة الاثنى عشرية طبعا يعني يؤلهون سيدنا علي رضوان الله عليه، خاصة يعني دائما في قصائدهم ومدايحهم يقولون نادي علي مظهر العجائب، يكن لك عونا في النوائب، مثل هذه الأمور،
والخطبة الاستخارية والخطبة الصفنجية وما فيها من الشركيات يعني. حتى أن سيدنا علي يقولون في الروايات أنه أصغر من الله سبحانه وتعالى بسنتين. أعوذ بالله. وأيضا في الروايات يقولون طبعا زي ما ذكرها المعمم قال هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم وعياذ بالله سبحانه وتعالى. أنتم بتعبدوا سيدنا علي مش بتعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وسيحاسب الناس يوم القيامة. نريد من الشيعة الاثنى عشرية الذين يريدون الحق أن يأتوا لنا بصفة من صفة لله سبحانه وتعالى ليست لسيدنا علي أو لأحد من الأئمة. نعم يعني يسمعونك الآن. نعم. صفة واحدة لله سبحانه وتعالى ليست لعلي. أشكرك أستاذ طارق، جزاك الله خيرا على الفضل. شكرا أخي عبد الرحمن. نعم. وأنا يعني معجب جدا أن الآن الحمد لله إخواننا في مصر تثقفوا وعندهم دراية كبيرة جدا بعقائد الشيعة الاثني عشرية. من قبل كانت هذه الثقافة غير موجودة وهذه المعرفة غير موجودة، وهذه معرفة هامة جدا يجب أن يثقف الناس بعقائد هؤلاء، لأن قلنا أن عقائد الشيعة لم تعد مجرد فكر منحرف فقط، وإنما فكر منحرف يولد مشروع جاسوس. الإنسان يعتقد في هذه العقائد ويحمل الحقد على المسلمين بدءا من الصحابة وحتى المتكلم هذا، فهم في أي وقت ممكن ينفذوا تعليمات إيران وتعليمات الولي الفقيه. هذه العقيدة تقوم يعني بجانب الشركيات والكفريات فيها جزء كبير جدا من الحقد على المسلمين. معنا حليم من العراق. السلام عليكم وعلى هذه القناة المباركة. أنا عليكم السلام. شيعي وجاري سني، أنا علي، أنا عمر، أنا كل شيء. أنا في العراق عندنا كنيسة وعندنا مذاهب متعددة ومشتركات. الله ربنا محمد نبينا، القبلة، القرآن، عندنا قرآن في المساجد، طبعة الأزهر وطبعة المملكة العربية السعودية، مشتركات عديدة في كل شيء. طيب يعني فقط طيب حليم خلاص الفكرة وصلت. أنت مسلم يعني غير متعصب لمذهب، هذا الذي يتضح من كلامك أليس كذلك؟ أنا شيعي ولكن أخذ إسلامي من علي والآخر يأخذ إسلامه من عمر، والخلاف يفسد في القضية. طيب رد علي إذا سمحت. نعم. عبد القادر الجيلاني، علي، سيدنا عمر، حسين، كلهم جميل جدا. اسمح لي بس يعني اطرح عليك سؤال فقط متعلق بالحلقه. جميل، انت شيعي غير متعصب كما يظهر من كلامك، يعني ماذا يعني عن من يعتقد ان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وان الشمس عليه والقمر عليه وعيسى عليه وموسى عليه؟ نعم، اول علي انه اول من اسلم وليس اول انه رسول الله. انتم ما تعرفون الوسيلة الى الله، الشفاعة، الشفاعة. طيب فهمنا فهمنا. طيب خلينا نتناقش معاك. لا الاول كل انا موافق على هذا الكلام. الاول انت موافق على هذا الكلام عشان اناقشك. ليس توحيدا. انت توافق. اسمع اسمع. انت توافق على الاعتقاد بان علي الاول والاخر والظاهر والباطن. قل لي نعم حتى اناقشك. كلا، وانما لا تعرفون ذلك، وانما الاول يعني اول من اسلم لله. شنو كلا؟ بعدين انت تشرح لي تبرر لي، انا لم اطلب منك الشرح الان. انت توافق على هذا الكلام عشان اناقشك. انت توافق على هذا الكلام؟ هل تعلم من هو الاول والاخر والظاهر والباطن ام لا؟ هذا نعرفه انه الله جل جلاله، ولكن جميل جدا. الاول معناه الاول بلا ابتداء. الاول بلا ابتداء، هل علي الاول بلا ابتداء؟ ما معنى طيب خلاص ما معنى الباطن؟ تفضل، ما معنى ان علي الباطن؟ فهمني. المالك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز. خلاص طالما انك يا حليم، على فكره انت بتتكلم كتير خارج الموضوع، انا عايز اوفر عليك المكالمه. ماشي، خلينا في النقطه بتاعت الطرح. انت تقول ان علي هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهذا لا يجوز نسبته الا لله عز وجل، الا انك تذهب الى تاويله. ما معنى ان عليا هو الباطن؟ تفضل. أجابك إن الله واحد أحد الأول، إنه أول الإسلام. شوف أنت ما جاوبتنيش الآن، أنا بقول لك ما معنى أن عليا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني إيه الظاهر والباطن؟ تفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عليه الصلاة والسلام. ليس الله، وإنما الظاهر يعرف ظاهر القرآن وباطن القرآن. كيف ظاهر القرآن وباطن القرآن؟ مش فاهم. لا تكلمني بالغاز يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا هذا القرآن. ماشي، ودينا يسر. انت تكلمني بالغاز، يعني ايه ظاهر وباطن؟ ما معنى ان علي هو الظاهر والباطن؟ تفضل. كان السؤال ما معنى كرم الله وجهه؟
كرم الله وجهك يا استاذي. ما معنى ان علي هو الاول والاخر والظاهر والباطن؟ تفضل. وليس الاول من اسماء الله الحسنى. يا اخي فرق، انتوا لا تفرقون يا اخي. انت متنرفز، انت ليه معصبك؟ ممكن اعرف؟ يا حليم، يا حليم، انت اسمك، انا اسمك حليم، فالمفروض يكون عندك بعض الحلم يا عبد الحليم. ايه اللي معصبك؟ انا بسالك سؤال، انت موافق ان علي هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وان موسى علي وعيسى علي وكل الكون علي وفاطمه علي؟ فهمنا هذا الكلام. لا احنا مش فاهمين. بس تفضل، ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. اعلم لك انه الاول، اول المسلمين الظاهر يعرف، اول المسلمين كيف يعني؟ لا خليك ناقشني، ناقشني. اول المسلمين كيف؟ اول المسلمين يا اخي، انت بايع حاجه ولا ايه؟ انت مش عايز تتناقش ولا ايه؟ من قال انه اول المسلمين؟ من قال يعني يعني علي اسلم قبل خديجه؟ اسالك، علي اسلم قبل خديجه ام المؤمنين؟ لا. اليس النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه الوحي توجه الى بيته الى خديجه؟ كيف يكون الاول معنى اول من اسلم؟ وماذا كان حال علي قبل ان يسلم؟ هل كان كافرا؟ تفضل رد. يا حليم انت معايا ولا قفلت السكه ولا ماذا حدث؟ من اول ما صلى وصامه ونام على فراش النبي ولم يسجد الى، ولماذا تقول كرم الله وجهه؟ انا اسالك يا اخي. طيب يا اخي انت لم تجبني. اقول لك كرم الله وجهه، ده موضوع كرم الله وجه كل الصحابه، وجوه كل الصحابه. ماشي يا اخي. هل هذا رد ولا سؤال؟ هل اي رد على السؤال بسؤال ولا تجبني؟ انت هل لم تجب؟ ما معنى الاول؟ قلت لي اول من اسلم. طب هل لم يكن مسلما؟ وماذا، هل اسلم قبل خديجه؟ وهل اذا كان انسان اول من اسلم ليه خديجه ليست ام المؤمنين هي؟ هل يكون، لماذا لا يقولون فيها يا خديجه انت الاول والاخر والظهر والباطن؟ ابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال، لماذا لا يقال في هذا الكلام؟ ها تفضل رد. وما معنى الظهر والباطن والاخر؟ اخر ماذا؟ القرآن والظاهر يعني ظاهر القرآن. سألوني قبل أن تفقدوني، فهو الذي خلق الحب وضع النسمة، ما من آية إلا أعرفها ظاهرها وباطنها. فالباطن ماذا تعني يا رجل؟ أنت تقول ماذا تقول؟ أنا مش عارف صوتك يقطع بعدين تطلع فجأة. تقول أن الظاهر هو ظاهر القرآن؟ يعني إيه ظاهر القرآن؟ مش فاهم أنا، ما تفهمني. أنت تقول كلام تطلق يعني ملافظ ملهاش معنى. ما معنى ظاهر القرآن؟